نخاف نقربو انا مفترس هاد الكلب هذا روال. هنا يا رام هنا كنشوفو هنا البقر هنا يا رام كي ياكلو وانا كعطيهم الماكله هنايا. هانتوما كتشوفو الخير كي ديال الله، شوفو تبارك الله هنايا العجوله كي دايرين، هذا ديال البقر ديال الحليب هادو اللي كي يحل بهم الحليب وكيصدرهم للمركز ديال الحليب اللي تما متواجد في بوشاقور تقريبا الشراعه ولا في الشراعه ولا. هذه هي الدار هنايا كما راكم تشوفوا الدار، الدار ديال الفيرما كامله هنايا، الخيرات ديال الله موجوده، كلشي اغنام الابقار كلشي كاين كلشي موجود. اللي قال شي راه ندم عليه. هانتوما الاغنام هنايا عاوده، هذه الزريبه ديال الاغنام عاوده بوحدها، الزريبه ديال الاغنام هنا بوحدها، وعندك الكوري ديال الابقار عاوده بوحدها. هنا شوف هنايا الضيعه ديال السعر، هانتوما عاوده هنايا الدجاج، اي حاجه قلبت عليها راه موجوده في هذه الفيرما هذه، دجاج البقر الاغنام اي حاجه، المهم تصاوب الكوريات يعني ما كيقيسكش المال، يعني تعيش واحد حياه عجيبه هنا. هادو هنايا البقر كاين هنا راهم كيرتعوا كياكلوا، في المحال هذا الحاسي، هذا حاسي، هذا حاسي كبير هذا تقريبا فيه شي 30 متر ولا زياده، وفيه الماء هنا اللي كيشدوا الماء ما شحال فيه وغارق بزاف وصعيب، لان راه تقريبا راه محلوله له هذه الطبيره الفوقانيه، راه صعيب على 40 متر الاولاد الصغار هنا، ولكن هما راهم دايرين له قال لك مين يكفوا يسقيو اللي كيحلوه من بعد كيسدوه. هذا المشماش، المشماش البلدي اللي مازال الوقت ديالو، هذا بقات له واحد حتى هذا واحد 20 يوم ولا يطيب صافي ماشي بزاف، لان المقلق راه طايب داك اللي يقولوا له مقلق، ولكن هذا البلدي هذا قريب ما يطيب، هذا قالوش بزاف حتى هو، ولكن هذا راه الا شبع الماء يخسر يدير الدود. هذا ذاك المشمش المقلق، هذا هو اللي راه يتباع اليوم في السوق، فهمت؟ هذا هو اللي راه يتباع في السوق اليوم حاليا، هذا اللي يتباع في السوق تقريبا، هذا هو اللي يقولوا له مقلق، هذا علاش كيقول لك مقلق؟ هذا سميتو النقله ديالو بوحدو ماشي بحال الاخرين. الله بعد انا العام شي دار الثمن، ايوا مزيان كاينين كاع على هذا الشيء، هذا اللي كاين اللي قطعوه مشى باطل، كاين اللي بلعوا ندم عليه، وهذا قال لي قص داك الشجر ندم عليه والله العظيم. زعما غير من هذا من جات كورونا اللي راه شويه عاد ناقصه الدعوم. هذا هو هزاز الهموم. ها واه الدجاج، نشوف هاد الدجاج هنا كما تشوفوا هنا الكوري ديال البقري هنايا. من سولت الفلاح قال لك تبدل لهم داك السيستيم ديال الماكله، تبدل لهم التوقيت ديال الماكله مع هذا الحجر الصحي وما بقاش الحليب يتصدر بزاف، قال لك اللي تبدل لهم الطريقه ديال الماكله ديالهم، لان كان ياكلوا فواحد الوقت وكان يعطيو واحد النسبه على الكميه ديال الحليب موجوده، ولكن اليوم ما بقاوش يعطيهم الحليب بزاف
لان العطار بقر ما بقاوش ياكلوا في الوقت ديالهم اللي كانوا ياكلوه من قبل. حتى اليوم الحليب الفلاح راه كيجيبوه بالصباح بكري والعشية عاد بكري. كورونا